رايحة المعرض السنة دي؟ اه ان شاء الله ممكن اروح. في كتاب معين في دماغك ناوية حابة تجيبيه؟ ممكن اجيب كتب عن الأمومة وكده عشان لسه عندي نوم صغير. تحبي تقري في المجلة؟ اه يعني بس في حاجة معينة في دماغك كتاب لا معين؟ لا 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 عادي. اه ان شاء الله هجيب كتاب يوسف هدى جديد، وبصراحة بصراحة يعني هروح حفلات توقيع كتب لزمايلي وهشتري الكتب بتاعتهم. لا يعني انا ماليش في القرايه قوي، هو انا كنت بروحه زمان واحنا صغيرين كانوا من المدرسه بيودوهولنا يعني كانوا بيخلونا نختار كتاب وكده، بس يعني على كبر الواحد ما بيبقاش ليه قوي في القرايه، يعني كل القرايه بتبقى موجوده على الانترنت اي كتاب انت عايزه، فعشان كده يعني ان شاء الله. بس لو لقيت حاجه تشجعني ان انا اروح، لو لقيت كتاب معين، لو لقيت اوفرز على كتب، لو لقيت اصحابي يشجعوني، يعني مش هروح لوحدي. في الكتب الروائيه وكتب القصص القصيره والحاجات اللي تبع السايكولوجي والفيسيولوجي وكده بحب اقرا فيها، فلو لقيت حاجه تشجعني او كتب جديده نازله اكيد هروح ان شاء الله. ان شاء الله رايح. لا انا لسه بصراحه ما عنديش كتاب معين عايز اشتري، بس انا هروح اخد فكره برضو اصحابي رايحين نروح معاهم كتب اتكلم. انا مش هقدر اروح معرض الكتاب عشان انا هيبقى عندي شغل في الوقت ده بصراحه يعني، بس مش اكتر. لا هو امتى بس مش عارف، هنروح السنه اللي فاتت بس مش عارف السنه دي هو امتى. هو كمان يومين تقريبا. ناوي تروح؟ اه ناوي اروح. كتب عن التاريخ عامه يعني، انا بدور على اي حاجه فيها تاريخ وبجيب. المره اللي فاتت كنت جبت 3 كتب عن التاريخ يعني.